مشاهدينا اليوم عملنا أكلة كتير طيبة، واللي هي الروست الحلبية مع البطاطا الحلوة المهروسة. أكلتنا كتير طيبة وصحية. أهم شيء نعرف أنه كل هالطبق بيعطينا بس 500 وحدة حرارية، 14 جرام دهن. طبختنا غنية بالبروتينات بالفوسفور، فيها سيلينيوم وفيها زنك وفيها ألياف وفيها مانغانيز وفيها فيتامين A والفيتامين B3 والفيتامين B6، وكمان بتحتوي على البيتا كاروتين. فما كتير تستغربوا، لأنه مثل ما قلنا بالسوبر ماركت قبل شوي بالاستوديو نحن عم نحكي عن البطاطا الحلوه، انه البطاطا الحلوه هي ربحت جائزه اذا بدكم، لانه هي من اكثر الخضار او الماكولات يلي فيها غذاء بكميه معينه. اليوم حديثنا مشاهدينا كثير كثير مهم عن جد. انا يعني قد ما فيي بحب انه يصير في توعيه بهذا الموضوع، وهو تجنب مرض السرطان من خلال التغذيه. فرح نحكي اليوم عن التغذيه والسرطان، فهذا موضوع كتير مهم وكل العالم بهمه. طب شو فيني أعمل أنا حتى أتجنب هذا الشيء؟ الأكيد اللي فينا نعرفه اليوم أنه الغذاء بيلعب دور كتير كتير مهم أنه من الوقاية من أمراض السرطان. ونسبة مرض السرطان عم بتزيد بالعالم، مزبوط أنه عم بتزيد، وخاصة بأمريكا بيعرفوا وبيتأكدوا أنه مشاكل السمنة وزيادة الوزن هي بتأثر تقريباً 17% من كل حالات الموت من السرطان. رح فسر شوي من هالناحيه هيدي، رح نحط هون رقم 17%. شو معناتها 17%؟ يعني الاشخاص اللي بينصابوا بمرض السرطان عندهم، اذا كان عندهم وزن زايد او ناصحين، عندهم يعني حظهم اقل اكثر انه يقدروا يكافحوا المرض، فممكن يموتوا اكثر اذا كان عندهم هالمشكله هاي، او حتى الاصابه بمرض السرطان عم بتكون اكثر عند الاشخاص اللي عندهم وزن زايد. مشان هيك بيعملوا مثل جمعة أو بيجتمعوا كل كذا سنة حتى يحطوا قوانين شو الإنسان في يعمل حتى يتجنب هالموضوع. فهيدول هن القوانين اللي رح نحكي عنهم. وأول وحدة هي الشغلة اللي قلت لكم عنها اليوم بالمطبخ، وهي تخفيف كمية اللحمة الحمراء، تخفيف اللحوم الحمراء. وهون برجع بقول لكم أنه التخفيف ما معناتها نوقف، فخاصة اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، يعني مثل ما بناكل مرتديلا او سلامي او هدول الاشياء يلي بيجوا من اللحم الحمراء، اثنيناتهم لازم نخففهم. وحسب الاحصاءات انه ماكسيموم لازم الواحد ياخذ أكثر شيء 500 جرام بالأسبوع، مش عم نحكي بالنهار. بينما إذا بتشوفوا بالأمريكا كيف بياكلوا اللحمة، يعني أكيد بياكلوا يمكن نص كيلو أكيد أكيد على الوجبة كل شخص، فكمية اللحمة اللي بياكلوها مش طبيعية. ونحن ما لازم نتبنى هالشيء، لأنه نحن عم نجرب نبتعد إنه نصير عم نتبنى الأكل يلي بيجي من أمريكا. ثاني شغلة لازم نعرفه من أمريكا وأوروبا خاصة وكل البلاد الصناعية إذا بدكم. ثاني شغلة بدي أقول لكم إنه لازم تخفيف، حسب أنا مش هيدا رأيي، انتبهوا هدول بيجوا من الجمعية الأمريكية لمكافحة أمراض السرطان، إنه نخفف كمية الملح وكل المأكولات المصنعة يلي فيها كمية ملح عالية. فهيدي النقطة كتير مهمة، وبرجع بذكركم إنه إحنا عاملين حلقات قبل وبنقول إنه 77% من الملح اللي بناخده هيدا بيجي من المأكولات المصنعة، مش من المأكولات المصنعة، مش من الملح يلي منزيده على الطاولة. فهيدي النقطة كتير مهمة ولازم انتو تنتبهوا لها. يعني النقطة انه وقت واحد بيجي وبيصير يقول انا ما بقى عم ملح الاكل، هذا ما عمل شيء، لانه الملح موجود بكل شيء بنشتريه من الاسواق، بكل شيء معلبات، بكل شيء. ولازم ننتبه على الرقم 77% بس بيجي من المأكولات المعلبة، من حسب بالاحصاءات انه من وين بنجي ناخد الملح. ثالث نقطة واهم، يعني ما فيني اقول هاي اهم منها، وهي نقطة كتير مهمة. ممنوع الواحد، ما فيني اخبركم قديش بامريكا بيبيعوا مكملات غذائيه. هون رح احكي عن نقطه مهمه، المكملات الغذائيه. وقت انا بيجي بقول ببرنامج صحي وسريع انه ضروري ناكل فواكه وخضره، مش معناتها الشخص اذا ما اكل فواكه وخضره في روح ياخذ حنجور فيه الفيتامينات، لانه هيدا الشيء عم بيطمن فكر الامريكان انه انا معلي ما رح انصاب بمرض السرطان، صحيح ما باكل فواكه وخضره بس انا عم باخذ مكملات. فهون بيدعوهم انه بليز
ما بقى تاخذوا مكملات غذائيه هيك بدون اي ارشادات، لانه مقتنعين انه هذا الشيء رح يجنب يعني يخليكم تتجنبوا انه تنصابوا بمرض السرطان. ببعض الحالات ممكن هو يزيد، نحن صرنا حكيم كذا مره انه المدخن اذا اخذ فيتامين اي عم بيزيد الريسك انه يصير عنده كانسر بالبومو او سرطان الصدر. فانتبهوا كثير الرئه، انتبهوا كثير من هذا الموضوع، فننتبه على المكملات الغذائيه، ما تاخذوهم شمال ويمين، وجربوا قد ما فيكم شوفوا الطبيب. رابعا من الاشياء اللي كثير كثير مهمه والضروري انه نضل قد ما فينا، الوزن تبعنا يكون صحي، الوزن الصحي. الدراسات العلميه اكدت وبرهنت انه الاشخاص مثل ما قلت لكم بالاول عندهم وزن زايد ممكن يكونوا عندهم ريسك اكثر من غيرهم. كمان من النقط اللي رح نحكي عنها لكن نكون وزننا سليم، خامس شغله كمان بدنا نحكي عنها هي الرياضه والحركه. وهون عم برجع لكم انه هيدا مش رايي، هيدا رأي الأشخاص المتخصصين بمرض السرطان، فلاقوا أنه الأشخاص اللي بيعملوا رياضة كتير ويتحركوا كتير إصابتهم أقل من غيرهم، فهيدي النقطة كتير مهمة. كمان تخفيف السكر السريع، يعني ما يلي الاشخاص اللي بياكلوا كثير حلو، بياكلوا كثير اشياء سريعه وفيها سكر العاده يعني حلويات واشياء، اجمالا عندهم نسبه اصابه اكثر من غيرهم. ونقطه كمان كثير مهمه هي التنويع، على طول انا بقول لكم التنويع بس هون راجعين مشددين على التنويع من الخضار خاصه. ليش؟ لانه الخضار غير انه فيها فيتامينات وفيها معادن، فيها مواد كيماويه كتير مهمة لمكافحة الأمراض. وقت أنا بقول لكم إنه مثلا البطاطا الحلوة كتير مهمة، لأنه البطاطا الحلوة مثل ما شفنا فيها بيتا كاروتين، والبيتا كاروتين من الأشياء اللي بتعملها بالجسم إنها بتكافح الأمراض. فالتنويع بالخضار كتير مهم لأنه بنكون عم ننوع بالمواد الكيماوية. بس بدي أوقف بعد نقطة هون على الوزن الصحي. الدراسات العلمية أكدت وبرهنت نسبة النساء يلي بينصابوا بسرطان الثدي عندهم نسبة أكثر. هلا هذا شيء كتير جديد وحديث عند الأشخاص اللي بيكون وزنه زايد، وكمان أنه يرجع يعيد معهم مرض السرطان كمان. أكيد سرطان الأمعاء عند الأشخاص يلي أو الكولون الوزن زايد، أكيد اليوم علميا ودراسيا صرنا نعرف أنه إذا واحد ناصح كتير بيكون عنده ريسك أكتر من غيره أنه ينصاب بهالسرطان هيدا. يعني مواضيع كتير مهمة، بليز خدوهم بعين الاعتبار، طبقوا هالشي على صغاركن وعليكن أنتو، ما في مشكل. والحلو أنه حسب هالدراسات أنه إذا واحد بلش مؤخر بيستفيد، مش أنه إذا واحد صار له 40 سنة عم بيتبع ما عم بيتبع هالأشياء خلص بتكون راحت عليه، لا بيكون في مجال أنه يتابع. أنا بشكركم كتير مشاهدينا، ما تنسوا أنه بكرة في حلقة جديدة من برنامج صحي وسريع، انطرونا على طول بذات الوقت.